إلى ذلك، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم اتفاقية لصيانة وترميم مركز عرقة الصحي بمحافظة شبوة ضمن المشاريع الخيرية والإنسانية التي تواصل الهيئة إنجازها لصالح الشعب اليمني الشقيق. وتأتي الاتفاقية في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل بمشاريع التنمية والبنية التحتية. تتبنى الهيئة خطة متكاملة لإعداد وترميم عدد من المباني والمرافق الحيوية بشبوة على عدة مراحل. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم الصغي فرقة الهلال الأحمر في انتشال الوضع القطاعات المتردية. وحقيقة فقد يعني قدم الهلال الأحمر الإماراتي عدد من المشاريع الكثيرة في المديرية والمناطق المحررة في البلاد بشكل عام. نشكر دولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمونه من دعم لأبناء حضرموت.